نقدروا نقولوا عنده سبع صنايع والرزق كاع ما ضيع، ونقدروا نربحوا الفلوس من خدمه كنامنوا بها بوحدها، ما نزيدوا ما نقصوا. واخا الا كانت عندك سلعه غاليه واللي حداك كيبيع بحاله بالرخام، غادي تبدل ولا لا؟ الضيف ديال اليوم ملتزم بزاف وكيامن بافكاره وما كيهموش الربح ولا الخساره، المهم عنده هي الرساله توصل. كيخدم احساس، كل كلمه ديالو عندها معنى. ردوا معايا البال. الاسم ديالو يكون مشقتي لون وعنده علامه بالورود والازهار، شقائق النعمان، والثاني عنده لده وعلاقه بالحلاوه. مشى لاورلاندو ميامي في الولايات المتحده الامريكيه وعزف العود في وول ديزني ولوس انجلوس، وتلاقى مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب اللي سمعوا كيغني وعجبوا صوته. محمد عبد الوهاب نصح نعمان الحلو باش يمشي لمصر. مشى وبدا مسيره اخرى، مطرب وملحن في الاذاعه والتلفزيون ودار الاوبرا المصريه قبل ما يرجع للمغرب. نعمان الحلو من مواليد 1965 بمدينة فاس، علاقته بالموسيقى بدات على 5 سنين ملي شراو ليه والديه جيتار في عيشورة، حرك فيها صبيعاتو والتحق بمعهد الموسيقي بمدينة فاس. نعمان كيف ما كيقولوا عنده سبع صنايع في حرفة واحدة، مطرب، ملحن، مؤلف، باحث، منتج موسيقي ومحاضر. كيجيب رزقه من الموسيقى، دار مجموعة ديال المحاضرات وأوراش عمل في جامعة جورج تاون ورايس هيوستن ومادالبوري في ميريكان، الجامعة الأمريكية بالقاهرة وإكس لبنان بفرنسا. نعمان الحلو عنده ارتباط كبير ببلادنا، دار بلادي يزين البلدان، شفشاون، تافيلات، المدينة القديمة، الماء، رحمة، قلب رمادك، اللي لقاو نجاح كبير. ما تخافوش على با نعمان، شاد العصا من الوسط ووقف بين الأصالة والمعاصرة. سي نعمان، كيفاش غادي تكمل دوزتي عام كامل بلا ما تاكل اللحم والحوت؟ واش انت نباتي؟ جاوبني.